السلام عليكم. طلاب المرحلة الثانية ويانا مادة الأجهزة والقياس. بالبداية راح نبدي نشرح على تعريف القياس. طبعا انتوا هاي المحاضرات المفروض يعني خلينا نقول 50% من الطلبة كانوا حاضرين المحاضرة الأولى، بس مع ذلك راح نبدي نعيدها حتى اللي ما حاضر يقدر يحضرها، بس راح نعيدها شوية بشكل سريع. اوكي، فأول شيء الميجرمنت، القياس. القياس هو عملية تحديد الكمية الفيزيائية للمادة بمساعدة أجهزة، أو خلينا نقول سبيشال تكنيك ميل، يعني فد أدوات خاصة نستخدمها للقياس نسميها ميجرينج انسترومنت، أجهزة القياس. تمام. طبعا احنا بالقياس عبارة عن كمية ووحدة قياس. تمام، كمية فيزيائية ووحدة القياس، يعني مثلا الطول نقيسه، خلينا نقول على سبيل المثال طول هذا أو طول هاي المسطرة خلينا نقول نص متر. تمام، فالنص هو وحدة قياس، عفوا الكمية الفيزيائية اللي هو النص. تمام، والمتر هي وحدة القياس. تمام، هسه نجي وحدات القياس. وحدات القياس احنا صنفناها إلى نوعين. تمام، الوحدات القياسية الأساسية ستاندر يونت اللي هن عبارة عن 7 وحدات أساسية، والدريفت يونت، قلنا الستاندر يونت والدريفت يونت، الوحدات الأساسية والوحدات المشتقة. الوحدات الأساسية قلنا 7 وحدات، هذني حفظ هن وتعاريفهن. تمام، هذه مثلا المتر، الكيلو متر، السكند، وهكذا قلبين، هذني 7 وحدات الأساسية قلنا حفظ هن تعاريفهن. تمام، من الوحدات الأساسية ذن هن الوحدات اللي بالبداية اللي اكتشفوهن، بعدها اشتقوا من هذه الوحدات، اشتقوا وحدات ثانوية سميناها drift unit. واضح، وقلنا هذه الدريفت يونت شنو، ذني لازم نعرف شلون نحول من الدريفت يونت لمن للستاندر يونت. لاحظوا ياها ويا هنا نعطيك ياها ذني الوحدات المشتقة. تمام، هذه الاريا مثلا مساحة متر سكوير، متر سكوير يعني من جاي من متر في متر، يعني جاي طول بالعرض، مو صحيح؟ هاي المساحة، فالمتر هي وحدة أساسية ستاندر يونت. تمام، بس المتر سكوير لا، هذه يسموها دريفت يونت. تمام، وهكذا نفس الشيء بالنسبة للنيوتن، بالنسبة للجول، وهكذا ذني كلهن وحدات مشتقة. هاي الوحدات المشتقة حتى أحولها للوحدات الأساسية لازم أعرف شنو القوانين. على سبيل المثال المتر سكوير وحدة مشتقة، الوحدات إذا بدي أحولها للوحدات الأساسية شو أقول؟ أقول متر في متر. تمام، هاي صارت وحدات أساسية عبارة عن متر في متر، هذه متر هو وحدة أساسية بس المتر سكوير وحدة مشتقة، فمن تكتبها متر تربيع أقول لك لا هذه وحدة مشتقة، أريد تحول إياها للوحدة الأساسية تقول لي متر في متر. تمام، نفس الشيء للنيوتن مثلا، النيوتن شنو؟ وحدة مشتقة دريفت يونت. تمام، أريد تحول إياها للوحدة الأساسية لازم تعرف شنو قانونه. لنيوتن قانونه هو كيلو غرام في متر على سكند سكوير، فمن تكتب ليها شو تقول؟ تقول كيلو غرام في متر على سكند في سكند. واضح؟ هذا شو نقول عليها؟ حولناها من الوحدات الدريفت يونت، من الوحدات المشتقة اللي هو النيوتن، إلى الوحدات الأساسية. وهكذا بالنسبة هاي باقي الوحدات، أنا مطيك هنا فد مجموعة من الوحدات ومطيك قوانينها مقابلها حتى إذا ناس القوانين هم تعرف. تمام، زين، ننتقل، هذه تكملة الدريفت يونت، ننتقل إلى element of measuring instrument. بالحقيقة أي سيستم للقياس يحتاج لفد أساسيات. شن هن الأساسيات؟ نجي كسيستم، إذا أريد أبني سيستم حتى أقيس به فد قياس معين، أحتاج أول شيء سنسر. سنسر شنو هو؟ حساس. تمام، هسه نوع الحساس شنو؟ هذا حسب جهاز القياس اللي أنت تريد تصممه. إحنا هنا أنا جاي نصمم جهاز للقياس، بس شي قيس أنت حسب نوع الجهاز اللي تريد تصممه. أكو جهاز قياس درس الحرارة، أكو جهاز قياس الرطوبة، أكو جهاز قياس سرعة الرياح، حسب دقات القلب، حسب جهاز القياس اللي أنت اللي راح تستخدمه. تمام، بس عموما أي جهاز قياس بالبداية راح تلقي دائما تحتاج بالبداية كسنسر.
سنسر يتعامل ويا الانبوت والاوتبوت مالته علاقه خطيه. يعني شنو علاقه خطيه؟ يعني شيء يزيد بالانبوت يزداد بالاوتبوت. شلون يعني شيء يزيد بالانبوت؟ يعني على سبيل المثال مثلا المحرار، المحرار هو سنسر. شنو يعني؟ يعني تزداد درجه الحراره راح يزداد عندك ارتفاع الزئبق، تمام، بنفس المقدار ثابت، زياده مالته ثابت. ايش قد يزداد بالانبوت راح يزداد بالاوتبوت، بس مو ثابت الزياده. من اقول زياده ثابته مو يعني نفس مقدار الزياده بالانبوت نفس المقدار زياده بالاوتبوت، لا لا، كزياده ثابته. يعني مثلا الانبوت اذا يزداد خلينا نقول 10 الاوتبوت يزداد 20، الانبوت اذا زداد 20 الاوتبوت يزداد 40. تلاحظ الزياده ثابته كزياده ثابته بس مو نفس المقدار يزداد بي. تمام، هذه يسموها علاقة خطية. فالسنسر علاقته عادة علاقة خطية يصير بين الانبوت والاوتبوت مالته. بس هذا اول جزء نستخدمه السنسر. هسه السنسر دورات نحتاج، سنسر لدرجة الحرارة، سنسر للرطوبة، سنسر حسب انت جهاز القياس اللي انت راح تستخدمه. النقطة الثانية اللي راح نحتاجها اللي هو الـ variable conversion element. شنو يعني variable conversion؟ هذا يحول من صيغة إلى صيغة أخرى سهلة التعامل. على سبيل المثال احنا مثلا بالبدايه خلينا سنسر لقياس درجه الحراره. هذا السنسر ايش خلينا؟ خلينا على سبيل المثال المحرار. المحرار شنو شغله؟ راح يحول من حراره الى شنو؟ الى طول الزئبق، تمام لولا؟ فايش راح يسوي؟ راح يحولها، يعني راح السنسر قرا درجه الحراره على اساس طول، على اساس اختلاف بالطول، مو صحيح؟ انا هذا اختلاف بالطول ما اقدر اتعامل وياه او ما يفيدني بمعنى صح. أنا أريد هذا اختلاف الطول أحوله إلى اختلاف بالفولتية، حتى على أساسها أجي أشغل الفان أو أشغل التبريد أو أشغل، شوف مثلا من ازدياد درجة الحرارة راح يزداد الطول، إذا ازداد الطول أزيد الفولتية اللي على الفان حتى شنو؟ حتى يبرد أكثر، تمام؟ فلازم أحول هذا اختلاف الطول إلى اختلاف بالفولتية، هذا الـ variable conversion. أنا من أشرح هذا كمثال، مو معناها كل جهاز قياس لازم يحول اختلاف طول إلى اختلاف فولتية، مو شرط. تمام؟ هذه تتبع منه؟ تتبع جهاز القياس. انت يا جهاز قياس تستخدمه، يعني شو تريد تقيس؟ تمام؟ بس كفكرة هو يحول من شكل إلى شكل آخر يسهل التعامل معه. أعطيتك مثال يحول لك مثلا اختلاف طول إلى اختلاف فولتية حتى أقدر أتعامل وياها. تمام؟ هذا الـ variable conversion. نجي للنقطة الثالثة اللي هو الـ signal processing، معالجة الإشارة. هنا راح نبدأ نعالج الإشارة. مثلا هذه الإشارة من حولتها اكيد راح يصير بها نويز، راح تقل مثلا الباور مالتها، او نحتاج مثلا فولتيه عاليه. اوكي تحولت مثلا من طول الى فولتيه، بس هاي الفولتيه اللي حولتها فولتيه قليله، احتاج مثلا فولتيه عاليه بحيث تشغل الفان. على سبيل المثال احتاج مثلا 200 فولت، مثلا تحولت ليها 5 فولت وهكذا. هنا راح يعالج الاشاره، عفوا شنو نوع المعالجه؟ هذه تتبع الجهاز القياس اللي انت راح تستخدمه. وهكذا بعدها سيجنال ترانسميشن، راح ترسل الاشاره، تمام، لما ترسلها الى سيجنال برزنتيشن او ريكوردينج، يعني ترسلها الى جهاز ممكن ان يعرض هذه الاشاره او ممكن ان يسجلها. هذا الحكي اللي شرحته موجود عندك هنا، شرح السنسر، شرح الـ variable conversion. هذا اللي شرحته هو هذا مكتوب بس بالانجليزي، سيجنال بروسيسنج طبعا، تمام. هذين كلهن اللي شرحتهن ذني موجودات هنا. هسه نجي الى الايرور. طبعا الايرور هو الخطا، احنا كل احنا نعرف الخطا. يعني على سبيل المثال اني فد مقاومه قيمتها خلينا نقول على سبيل المثال قيمتها 1 اوم، تمام، بس انا قريتها خلينا نقول 1.1 اوم، فالقيمه الايرور هنا ايش قد؟ 0.1 اوم. شلون عرفناها؟ هنا انا كاتب لك اياها، الايرور هو قيمه المقاسه ناقصا القيمه الحقيقيه، واضح؟ يعني انا قسيتها ايش قد؟ قسيتها 1.1، بس هي قيمتها الحقيقيه ايش قد؟ هي 1 اوم. فمقدار الايرور هو الميجرد اللي مقاسه ايش قد؟ اللي هي اي داش هنا نمثليها، فالميجرد كوانتيتي ناقصا شنو؟ ناقصا الترو فاليو، تمام؟ الترو فاليو هنا نمثلها بالاي، هذا هو الترو فاليو. الميجرد المقاسه الميجرد فاليو هو الاي داش، اوكي؟ هسه نجي الايرور. طبعا عندنا نوعين، عندنا ابسوليوت ايرور وعندنا ريليتيف ايرور. الابسوليوت ايرور هو القيمه المقاسه ناقصا القيمه الحقيقيه، هذا نسميه ابسوليوت ايرور. الريليتيف ايرور هو النسبه، نسبه الخطا. نسبه الخطا شنو؟ هذا وياها كاتب لك اياها هنا،
اللي هي مقدار الذرة إلى القيمة الحقيقية، يعني نسبة مقدار الإرر نسبة إلى شنو؟ إلى القيمة الحقيقية. هذا هو القانون. طبعاً الريليتيف إرر عندنا نوعين، أكو بيرسنتج اللي هي نسبة المئوية، تمام، اللي هي ناخذ هذه القيمة ونضربها في 100 ونطي علامة بالمية بعلامة البيرسنتج، وأكو لا، أكو بير ثاوزند نسبة بالألف، تمام، هذه هي العلامة، نضرب تأخذ هذه القيمة نضربها في ألف ونطي هذه علامة بالألف. تلاحظوا وياي هذه هي علامة بالألف، تمام. هسه نجي type of error، types of error، أنواع الإرر. طبعا أنواع الإرر عفوا عندنا نوعين، عندنا systematic error وعندنا random error. الراندوم إرر هو الخطأ العشوائي، تمام، اللي هو ما عندنا سلطة عليه، ما نعرف قيمته ايش قد. واكو سيستماتيك ايرور، سيستماتيك ايرور اخطاء بسبب نظام القياس بحد ذاته. شلون يعني اخطاء بسبب نظام القياس بحد ذاته؟ هسه نجي، يعني نفس جهاز القياس انا اللي جاي اقيس به راح يضيف لي ايرور، راح يسبب لي ايرور. يعني شلون؟ راح نجي ناخذ بالتفصيل، تمام. على سبيل المثال عندنا انسترومنت ايرور وعندنا انفايرومنتال ايرور، ذني جزئين عفوا اساسيين، راح نجي نشرحهم بالتفصيل. نقول يابا شنو مصادر الخطا اللي تجي نتيجه السيستماتيك، يعني السيستماتيك ايرور جايه مين، من يا شنو مصادرها، تمام. هسه نجي اول شيء انفايرومنتال ايرور او انفايرومنتال انبوت، الايرور بسبب انفايرومنتال انبوت. يعني شنو بسبب انفايرومنتال انبوت؟ يعني على سبيل المثال عندي، أخذنا بوقتها المثال كان عندنا غلاس الشاي أو استكان الشاي، جاير دقيس درجة حرارته، فمن دقيس درجة حرارته أجيب محرار حتى أقيس درجة حرارته، صح لو لا؟ هذا المحرار بدرجة حرارة، من أدخله داخل استكان الشاي المحرار راح يكون بارد بالنسبة لاستكان الشاي، تمام لو لا؟ فراح بسبب الهيت الترانسفير انتقال درجة الحرارة شو راح يسوي؟ راح يقلل من برودة الشاي بنسبة، إي نعم، بس هو بنفس الوقت هو راح يقلل، تمام لو لا؟ فهذه سبب من اسباب الايرور، تمام. زين السكان الشاي انت اللي قاعده تخليه قاعده تقيسه وين؟ قاعد تقيسه بالغرفه لو يم السبلت، لو جوا البنكه، لو يم الصوبه، تمام. هذا كله قاعد ياثر على السكان الشاي، لما تنقع يسوي هيت ترانسفير وقاعد يطيب بروده او حراره، تمام. فبالتالي شنو ايضا راح يضيف لي ايرور. بعد ايرور بسبب انسترومنت كومبوننت، كومبوننت اللي قاعدة تستخدمها ممكن تضيف عندك ايرور، تمام؟ يعني قياس على قياس، قياس على قياس ممكن تضيف ايضا، يعني الخطأ على خطأ راح يزيد. شلون الريزجوال فولتج اللي يصير موجودة تظل بالاوفوميتر من نبدأ نقيس يوم على يوم سنة على سنة تبدأ تصير عندنا ريزجوال فولتج، فهذه ايضا علاجها شنو يصير؟ ريكاليبريشن، إعادة يعني صناعة أو تصفير احنا نسميها، حب المختبرات نستخدمها أيضا، نجي على الأجهزة نصفرها. بعد عندنا connecting leads، ممكن أنه الاتصال داخل جهاز القياس مع كل اتصالات هذني ممكن يصير بيها مثلا ما رابطها بربط صحيح أو خال صايرة فد مقاومة بين الربط، فبالتالي راح يسوي يولد عندك شرارة على سبيل المثال أو يولد عندك فد لوسيس، تمام. فهذه أيضا سبب بالإرار، أيضا هو بسبب جهاز القياس نفسه، فهذا جهاز القياس إذا ما ضابط شغلك فراح يصير عندك إرار، تمام. طرق تقليل السيستماتيك إرار، شلون نبدأ نقلل من السيستماتيك إرار؟ يعني بين قوسين الحلول لهذه الإرار اللي قاعد تصير. أول حل هو كيرفولر انسترومنت ديزاين، تكون دقيق بتصميم الجهاز القياس، يعني تشتري المواد تربطهن يصير ربطك مضبوط، ما تخلي به فد شرارة، من المواد اللي تشتريهن خلينا نقول مواد مضبوطة حتى ما تسبب لك إرار، تمام، تكون حساسيتها خلينا نقول مثل ما أنت تريدها هالشكل. كاليبريشن، تيجي كل فترة لازم تشوف صفر هذني حتى ما يصير عندك، إذا صار عندك خطأ على خطأ أيضا راح يصير عندك مشكلة، فحاول أنه تسوي لها كاليبريشن ذيك الساعة قلنا حلها، تمام. بعد عندك المانوال كوركشن اوف اوتبوت، واحد يقول مثلا اذا هو قاعد ينضاف انا عندي ايرور، على سبيل المثال انا اعرفه هذا الايرور مقداره 1 اوم، خلينا نقول على سبيل المثال انا مثلا جهاز عندي جهاز قياس
مقاومة، تمام؟ وهذا جهاز المقاومة، جهاز القياس المقاومة عفوا، قاعد يضيف ايرور قيمته 1 اوم. انا عارفه قيمته 1 اوم، بدل ما اروح اخسر فلوس على مود ان اصحح الجهاز القياس هذا، انا اعرف مقدار الايرور 1 اوم، فايش قد تطلع لي قراءة؟ اضيف لها 1 اوم واعرف القراءة الحقيقية، تمام؟ فليش انا اروح اخسر؟ قبل بس اغير مانيوالي، اغير بيدي، تمام؟ القراءة اغيرها بيدي، فايش قد تجيني قراءة؟ اضيف لها من يمي 1 اوم على سبيل المثال، ها؟ تمام؟ فهذا نسميه مانوال كوركشن اوف اوتبوت ريدنج، تغير القراءة بيدك. Intelligent Instrument. Intelligent Instrument بالحقيقة هذه أجهزة ذكية لقياس الإرار، تمام، وتصحيحها. يعني شنو أجهزة ذكية؟ يعني بين قوسين راح يخلي Extra Sensors، حساسات إضافية، يقرأ مثلا على سبيل المثال حساس يقرأ درجة حرارة الغرفة ويعرف الاختلاف بينها وبين درجة حرارة الشاي، وبالتالي شو يسوي؟ يضيف من يعدل من يمه، تمام، وهكذا. فد أجهزة ذكية، بس هذه مشكلتها انه شنو؟ تحتاج ماني عالي، تحتاج فلوس هواية، تمام، غالية شوية، expensive، تمام. هسه نيجي النوع الثاني اللي هو الراندوم ايرور. احنا مو قلنا نوعين عندنا، عندنا سيستماتيك ايرور وعندنا راندوم ايرور. سيستماتيك ايرور شرحنا شرحنا بانواع السيستماتيك ايرور، شرحنا بطرق تقليل السيستماتيك ايرور. هسه نيجي الراندوم ايرور اللي هو الاخطاء العشوائيه. بالحقيقه هاي الاخطاء العشوائيه احنا ما نقدر خلينا نقول ما نقدر نسيطر عليها ب100% ولا نقدر نتوقع سلوكها شن هي، تمام. فاخطاء عشوائيه غير معروفه القيمه، تمام، سواء بالموجب او بالسالب. بس بشكل عام هذا السيستماتيك ايرور بالحقيقه نقدر الراندوم ايرور نقدر نتخلص منه، مو نتخلص منه 100% وإنما نتخلص جزء كبير من عنده. يعني نقدر نعرف القيمة الأقرب إلى الصح. شنو هي القيمة الأقرب إلى الصح؟ شنو نسوي؟ نسوي قياسات أكثر من مرة، تمام؟ يعني على سبيل المثال أنا مقاومة أريد أقيس قيمتها، مو أقيسها مرة واحدة وهذا هو، لا أقيسها في 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة. هذه القراءات أجي أخذ لها شنو؟ الأفرج مالتها. شلون المعدل مالتكم بالسادس من شنتو تحسبوا؟ شنتو تقولون شنو؟ شنتو تقولون نجي نقرا نجمع العفو درجاتنا مال 7 مواد ونقسمهن على 7، مو نفس الشيء هنا. يعني هم تقرا في 20 30 قراءه 1000 قراءه، تجي تجمع القراءات وتقسمهن على عدده. هنا انا راح نشرح لك بالتفصيل شلون راح نبدي نتخلص من الايرور، عن طريق شنو؟ عن طريق اكو شيء اسمه مين فاليو واكو شيء اسمه ميديان فاليو. شنو الفرق بيناتهم؟ المين فاليو اللي استونا شرحناه هو الافرج، اللي هو تجمع القراءات وتقسمهن على عددهن، تمام. هذا ويا منطق القانون هنا الاكس مين هي اكس 1 زائد اكس حسب عدد القراءات مالتك انت كم قياس قست على عددهن، تمام. هذا الاكس مين. الاكس ميديان شنو؟ تصفط القراءات، ترتبهن تصاعدي او تنازلي انت براحتك بكيفك، تصفطهن X1 X2 X3 إلى XN، تمام؟ تصاعدي أو تنازلي. وراها شو تسوي؟ تبدي تأخذ القيمة الوسطية اللي هي بالوسط، ترتيبها يكون بالوسط بين القراءات، واضح؟ طبعا إذا عدد القراءات فردي راح تطلع قيمة وسطية قيمة واحدة، إذا هي هاي هي الميديان فاليو، هاي نسميها الميديان فاليو. إذا عدد القراءات زوجي فبالوسط راح تطلع لك قراءتين مو قراءة واحدة. هذين القراءتين شو تسوي؟ تجمعهن وتقسمهن على 2، واضح؟ لأن القراءتين تجمعهن وتقسمهن على 2 هي هاي الميديان فاليو. هسه إن شاء الله واضحة المين والميديان فاليو، تمام؟ هسه عدنا شوف هذه مجموعة قراءات A، تلاحظ وياي، وهذه مجموعة قراءات B. هسه نلاحظ ياهو الأدق، جهاز القياس A لو جهاز القياس B؟ لاحظ أنه جهاز القياس A، شوف وياي انتبهوا وياي، جهاز القياس A أقل قراءة إيش قد قراها؟ قراها 396، هذه هي أقل قراءة قراها، تمام؟ أعلى قراءة قراها هي 430، تمام لو لا؟ فلاحظ الرينج بين أقل قراءة وأعلى قراءة تقريباً إيش قد؟ 34، مو صحيح؟ بينما بي شوف القراءة أقل قراءة قراها إيش قد؟ 402، تمام لو لا؟ أعلى قراءة قراها 409، يعني الفرق إيش قد؟ الفرق 7. لاحظ وياي، فهنا أعلى إيرور قراءة هو 7،
يعني الايرور ماكسيمم ما تمام من اقل قراءه الى اعلى قراءه هو كل الرينج 7 في الايرور اكيد اقل من 7 مو، بينما هناك ايش قد كان هناك 34 فارق واضح. فلذلك الميجرمنت اي تمام قياسه اقل دقه من البي، جهاز القياس اللي يقاس هاي القراءات بالبي يكون ادق واضح، قراءاته اكثر دقه. هذا لاحظ هنا ايضا عندك هنا جهاز قياس سي، هذا منطيك في مثال يقول لك هذا اوجد لي من عند المين فاليو الميديان فاليو تمام، واقارن لي مثلا جهاز قياس سي ويا جهاز قياس بي ويا جهاز قياس اي، شوف لنا اياهم من عندهم قراءته افضل او ادق. هسه نجي الى مصطلحين اساسيين عن طريقهم راح نجي نقول يا بي يا جهاز القياس اللي خلينا نقول الدقة مالته عالية، يعني مو بس نظرا للقراءات، لا راح نجي على باراميترات نشتغل عليها. من ضمنهن هذا فد شيء نصيح له الستاندرد ديفيجن، وفد مصطلح اخر اسمه الفاريانس. هذني مصطلحين شغلهن الاساسي يطنك مقدار الدقة مال جهاز القياس، واضح؟ يطنك مقدار الدقة مال جهاز القياس. حتى نعرف الستاندرد ديفيشن أو الفاريانس لازم نعرف شنو الديفيشن. الديفيشن هو مقدار بعد القراءة عن المين فاليو، بعد القراءة المقاسة عن المين فاليو. يعني على سبيل المثال المين فاليو مالتك قريتها خلينا نقول 400، بس القراءة اللي قستها القراءة اللي قستها خلينا نقول 420، فالديفيجن مالتك ايش قد؟ 20. شلون عرفنا؟ ديفيجن يساوي القراءة المقاسة ناقصا المين فاليو. واضحة؟ هذا هو الديفيجن. هسه إذا عرفت الديفيجن راح نعرف شلون نستخرج الفاريانس عن طريق هذا القانون. الفاريانس يقول الديفيجن 1 تربيع زائد ديفيجن 2 تربيع زائدا إلى ديفيجن N حسب كم قراءة عندك، كل قراءة بها ديفيجن خاص به. تمام؟ فتجمع مربع الديفيجن مالتين دي 1 تربيع زائد دي 2 تربيع زائد الى ان على يمن على عدد القراءات ناقص 1. هنا الان طبعا تمثل عدد القراءات، واضح؟ عن طريق هذا القانون راح نستخرج الفاريانس. بعد ما نستخرج الفاريانس نقدر نستخرج الستاندرد ديفيجن. يعني بالسؤال اذا طلبت من عندك الستاندرد ديفيجن لازم شو تقول؟ تقول لي الستاندرد ديفيجن ايش يساوي؟ سوي جذر الفاريانس، فمعناها تحصل حاصل انت اساسا راح تقدر لازم تستخرج الفاريانس. تمام؟ يعني مو شرط من اقول لك استخرج الستاندرد ديفيشن، مو شرط اقول لك استخرج الفاريانس، لا مجرد اقول لك الستاندرد ديفيشن استخرج ليها خلاص انت وحدك غصبا عليك لازم تطلع الفاريانس حتى تقدر تستخرج الستاندرد ديفيشن. فهو الستاندرد ديفيشن هو جذر الفاريانس، جذر الفي، والفي قلنا هي شنو هي؟ هي دي 1 سكوير زائد دي 2 سكوير الى دي ان سكوير على الان ناقص 1، والان هي عدد القراءات. هنا منطيك مجموعه من الامثله، اريد من عندك تستخرج الستاندرد ديفيجن والفاريانس. لاحظوا وياي هذه الميجرمنت، هذه القراءات تشوفها، هاي القراءات هذه بس اعطيك اياها بالسؤال، بعدها هذا اللي جوا هذا السطرين اللي جوا هذا انت تستخرج. تمام؟ وايضا نفس الشيء بالنسبه للان والفي، هذا يعني هذا حل السؤال. السؤال وين؟ السؤال بس هاي الميجرمنت اللي مكتوبه هذني القراءات ذني السطر هذا الوحده بس، هذا السؤال. وين اكو ميجرمنت؟ هذا السؤال الثاني، شوف هذا السؤال الاول وهذا الحل مالته جوا. هذا السؤال من الثاني ميجرمنت، شوف ان هذني القراءات، هذا السؤال الثاني وهاي السطر الثاني والسطر الثالث وذني كلهن هذا حل كله. تمام؟ هذا السؤال الثالث هاي الميجرمنت، شوف هاي القراءات، هذا السؤال الثالث بس الميجرمنت، بس هذني القراءات بس اعطيك اياهم بالسؤال. اللي بعدهن ذني انت تستخرجهن، هذا الديفيجن من المين والديفيجن سكوير، هذني كلهن انت تستخرجهن، وهكذا ذني مجموعه من الاسئله او عفوا امثله. تمام؟ انت تقدر تقراهن وتحلهن بيدك، واضح؟ وتقارن بين القراءات اللي استخرجناها. هذا تمثيل البيانات عن طريق الجرافيك، عن طريق الرسم. تمام؟ هنا راح يمثل، راح يجي يقسمها يسموه الهيستوغرام اوف ميجرمنت اند ديفيشن. هنا يجي يقسم الديفيشن الى مناطق،
منطقة حسب التشقد عندك تريد تخليها المنطقة مثلا 2 أو 3 أو 4 أو 5 حسب التشقد تريد تطي الرينج. تمام؟ هنا هو ماخذ رينج 2 يبدي من 401 403 405 407 وهكذا. تمام؟ وتجي ضمن هذا الرينج كم قراءة موجودة ضمن هذا الرينج؟ هنا نشقد عندك 11 قراءة، واضح؟ مثلا أو 5 قراءات أو واحد قراءة واحدة، تجي انت حسب القراءات مالتك كم قياس انت قايس، حنقول ألف قياس على سبيل المثال، قرأت مقاومة ألف مرة، تمام؟ قست مقاومة ألف مرة، فمن قستها ألف مرة جيت ضمن هذه القراءات من 405 ونص إلى 407 ونص، كم قراءة موجودة ضمن هذا الرينج؟ تجي عدد القراءات ترتفع هذا الارتفاع. هذا هو تمثيل البيانات بالهستوغرام، تمام؟ نجي هسه هذا طبعا هنا مقدار اكو مقدار ايرور، اذا تلاحظ بهذا الرسم اكو مقدار ايرور، تقولي شنو هو المقدار ايرور؟ هسه انا حسبت القراءه اذا كانت 406 لو 405 ونص، مو حسبتهن اثنينات المستويات كلهن اعتبرتهن كقراءه واحده، تمام؟ لو هذا مقدار ايرور، فحتى احسن شو اسوي؟ اقلل هذا الرينج، مو بدل ما 2 شو اسوي؟ 1، بدل ما 1 اسوي نص، بدل ما نص ابدي اقلل 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 الى ان اخلي عدد القراءات انفينيتي، وبالتالي عرض هذه الحزمه صفر. طبعا هذه مستحيله بالواقع، هو مو مستحيله وانما يعني انت كم قراءه تريد تقراها وما انفينيتي من القراءات، تمام لو لا؟ فانت هنا الرينج اذا تخليه صفر معناها كل قراءه تقراها وحدها، فبالتالي ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك الرسم هذا جاوزين، رسم هيك يصير ترتيبه، واضح؟ القراءات يصير عدد الأكبر موجود ضمن القيمة الحقيقية أو قريب إلها، كل ما تبتعد عن القيمة الحقيقية كل ما القراءات تقل، وهذا طبيعي. يعني أنا عندي قيمة المقاومة خلينا نقول ألف أوم، قد احتمالية مثلا قراءة مالتك موجودة من تقراها تطلع لك واحد أوم؟ هو قليلة، تمام لو لا؟ ليش؟ يعني قيمة المقاومة ألف أوم، فاحتمالية أنه تقرأها ويطلع واحد أوم جدا قليلة، يعني جزء بالمليون قراءة لو تطلع لك قراءة قيمة واحد أوم، لو ما تطلع، تمام لو لا؟ فكل ما تبتعد عن القيمة الحقيقية كل ما تقل عدد القراءات، كل ما تقترب من القيمة الحقيقية كل ما تزداد عدد القراءات، واضح؟ هذا الترتيب اسمه جاوزين، وهذا الترتيب طبعا هنا مشتق البروبابيلتي وقوانينها مشتقها، تمام؟ حتى شنو؟ حتى يبين لك انه شلون نبدي نستخرج عدد القراءات، واضح؟ احنا هذا الاشتقاق ما مطلوب من عندنا، لانه بالنتيجه هذا الاشتقاق راح يوصل نتيجه تكامل، وهذا التكامل يقول لك ما موجود حله، فبالتالي نعتمد على الجدول، فاحنا ليش نطبق هذا الاشتقاق؟ مباشره راح نعتمد على الجدول، واضح؟ بس شلون نعتمد على الجدول؟ نعتمد على الجدول على اساس قبل لا نروح للجدول لازم نعرف مجموعه من القوانين اللي هن عن التكامل عندي بدلالة الديفيجن الدي، واضح؟ فما أنا بالجدول ما عندي بدلالة الدي، عندي بدلالة الزت، فلازم أول شيء أحول الديفيجن إلى زت. الزت شو يساوي؟ الديفيجن على السيجما، هاي السيجما من هي؟ الستاندرد ديفيجن، واضح؟ هسا نجي أسئلتي راح تكون بدون إعطاء قيمة للسيجما، يعني هاي قيمة السيجما ما راح أعطيك إياها، راح أعطيك الديفيجن بدلالة سيجما، وبالتالي من تقسم الديفيجن على السيجما تختصر السيجما، والسيجما تطلع لك الزت هو عبارة عن رقم، واضح إن شاء الله؟ هسه نجي شوف المثال، تمام؟ هسه نجي يقول هذا المثال شو يقول؟ طبعا هسه هذا القانون، هذا القانون حتى تحويل قيم الاف اوف الزت بالموجب بالسالب الى بالموجب، لان الجدول يعطيني قيم بس بالموجب ما يعطيني قيم سالبة. فنلاحظ وياه هسه على سبيل المثال يقول لك هذا المثال، يقول لك how many measurements in a data set subject to random error lie outside، انتبه لهذا التعبير، outside deviation boundary of minus sigma و sigma. بعبارة أخرى يعني بمعنى آخر، how many measurements have deviation greater than مطلق sigma، شقد عدد الديفيجن اللي موجودة أكبر من سيجما، تمام؟ هذا هو السؤال. هسه احنا حتى نشرح الإجابة، انتبهوا يا، حتى نشرح الإجابة أول شيء لازم نسوي رسم حتى تفهم هذا الموضوع. شو يريد هو؟ هو يريد أكبر من سيجما، ويريد شنو؟ ويريد أقل من سيجما. هذا الرسم انتبهوا يا، يريد أكبر من موجب سيجما،
وش يريد؟ ويريد أقل من موجب سيجما. شوف هاي المنطقتين أنا ملونك إياهن، هذا هو المجموع القياسات اللي يريدها ضمن هاي المنطقتين. لاحظوا وياي، إحنا عندنا إذا من السالب إنفينيتي لأي قيمة هو F of هذه القيمة، مجموع القياسات من السالب إنفينيتي لأي قيمة هو F of هذه القيمة. واضح؟ يعني مجموع القياسات من السالب إنفينيتي للسالب سيجما معناها شنو؟ معناها هو F of السالب سيجما. زين هو شنو هذا؟ طبعا هذا هنا هو يمثل الديفيجن، هاي السالب سيجما هي تمثل الدي. إذا أريد أحولها للزيت، لأن إحنا قلنا شغلنا كل جدول مالتنا بالزيت، فالزيت شو تساوي؟ الدي على اليمن على السيجما، تمام؟ الدي هي سالب سيجما، على السيجما تطلع الزيت شقد؟ سالب واحد، صح لو لا؟ هذه حول الزيت، شوف الزيت طلعها سالب واحد. إحنا الدي أو الإي، طبعا هنا أنا مسميها إي مرة ومرة مسميها دي، ترى الدي والإي نفسهم، اثنيناتهم نفس مصطلح، اوكي؟ فتقدر تحولها الى دي حتى تخاف تشتبه. واضح؟ فهنا الدي هي سالب سيجما، معناها الزيت ايش قد؟ سالب واحد. منين عرفناها؟ عرفناها الزيت هي قانونها ذيك استاخذناه هو الدي على السيجما، تمام؟ فطلعنا الزيت سالب واحد بواحد، واضح؟ فالفتره اللي هي من السالب انفينيتي للسيجما، العفو للسالب سيجما. لاحظ وياي، من السالب انفينيتي للسالب سيجما. هاي الفترة كلها شو تمثل عندي؟ تمثل F of سالب واحد. من جبناها سالب واحد؟ هذا رقم، ما هذا الرقم قلنا الزت هنا أنا سالب واحد. فبالتالي ما دام بادي من السالب انفينيتي من تيفد قيمة معينة معناها تساوي F of هاي القيمة، F يا قيمة اللي هي سالب واحد. فهنا أنا من السالب انفينيتي للسالب سيجما هي شو تساوي؟ هي تساوي عفوا F of سالب واحد. لاحظ وياي البروبابيلتي الإي أقل من السالب سيجما، يعني من السالب إنفينيتي للسالب سيجما هي شو تساوي؟ تساوي F of السالب واحد. زين F of السالب واحد قيم سالب بالجدول ما عندي، لازم أحولها إلى قيم الموجب، وعندي قانون شو يقول؟ يقول F of السالب زد تساوي واحد ماينس F of الزد، تمام؟ ف F of السالب زد يعني F of السالب واحد شو يساوي؟ واحد ماينس F of الواحد. F of الواحد أستخرجه من الجدول، حتى أعلمك شلون تستخرج من الجدول. ونروح للجدول أقول لك إياه، هذا هو الجدول، هذا الجدول يا إما أعطيك إياه جدول بالش اسمه ويا الأسئلة، يا إما لا أنا أعطيك القيم المطلوبة. فهذا نجي الزيت هنا، إيش قد قيمة الزيت؟ قيمتها الزيت واحد، مو قلنا F of الواحد أنا أريد أستخرج قيمتها، فالزيت هنا قيمتها واحد، هاي وياها الواحد، الواحد مقابلها إيش قد؟ 0.8413. فقيمة F of الواحد شو تساوي لي؟ 0.8413. نرجع هسه للحل، شوف هذا الحل، F of السالب واحد شو يساوي؟ واحد ماينس F of الواحد، F of الواحد وين قيمة هاي؟ 0.8413. وهكذا تبدي تستخرج القيم البقية، F of الواحد، F of الاثنين، F of الثلاثة، ذني كلهن موجودات هنا قيم الزت، وهذه مقابلها بس هذا الحقل المقابلة F of الزت، الباقي ما لك دخل به، تاخذ بس أول حقل، تمام؟ هسه نجي شو نقول؟ نقول ال F of السالب واحد استخرجناها، لاحظوا وياك هذه ال F of السالب واحد مو استخرجنا قيمته، هذه المنطقة مساوية لهذه المنطقة لأنه بالتماثل، واضح؟ لأن تمركزك بالصفر، فهذه المنطقة مساوية لهذه المنطقة، إذا هذه المساحة نفس هذه المساحة، فتتأخذ هذه المساحة تضربها في 2 تطلع النتيجة، واضح؟ أو ممكن أنه تستخدم هذه المنطقة، هذه المنطقة شو تساوي؟ انتبه وياي، إذا أردت أستخرج هذه المنطقة واحدة، هذا حل آخر، سلينا هنا كملنا الحل الأول، أخذنا هذه المساحة اللي استخرجناها ضربناها في 2، خلاص هي هذا الحل. راح أراوي لك الحل النهائي حتى تكمل. شوف هسه هذا 0.1587، هذا شنو؟ هذا قيمة F of السالب واحد. إحنا شنو نسوي؟ لازم نضربه في 2، تمام؟ نضربه في 2 أو نجمعه ويا نفسه، هذا ويا ضربناه في 2 أو جمعناه ويا نفسه، ناجمعناه ويا نفسه، فطلعنا النتيجة النهائية 32% تقريبا، تمام؟ لهنا انتهى الحل. أو هنا أنا قاعد يراويك أنه شلون أبدي أستخرج قيمته الموجب مالته، أو حل آخر يعني.
شنو مو استخرجنا هذا ال f of السالب واحد استخرجناه كما هو. f of الواحد شلون نستخرجه؟ f of الواحد يعني معناها من السالب انفينيتي للواحد، وهذا ما يفيدنا من السالب انفينيتي للواحد، انا شريد اريد من الواحد للانفينيتي. تمام؟ شو اقول؟ اقول المجموع الكلي هو واحد، يعني من السالب انفينيتي للانفينيتي المقدار يساوي واحد، هاي ثابت. المجموع من السالب انفينيتي للانفينيتي كل القراءات لازم يساوي واحد، يعني لان البروبابيلتي لازم تصير 100%. تمام؟ فلازم يساوي واحد، لازم تطلع على قياس قراءة واحدة من عدن صحيحة ذات تقاري من السالب انفينيتي للانفينيتي. تمام؟ نجي اذا القراءة كلها واحد، تمام؟ زين، من السالب انفينيتي للاف او في الواحد، تمام؟ خذت يا مساحة، خذت هاي المساحة من السالب انفينيتي للاف او في الواحد. فاذا تنقص الواحد الكلي من سالب انفينيتي للواحد راح تطلع لك يا مساحة، راح تطلع على المساحة المطلوبة، واضحة؟ فهو هنا راولك يا شي يقول لك، قال لك واحد اللي هي المساحة الكلية من السالب انفينيتي للانفينيتي ناقص اف او في الواحد اللي هي المساحة مين؟ من السالب انفينيتي للواحد. فتنقص الواحد المساحة الكلية ناقص هذه المساحة تستخرج المساحة المطلوبة، راح تلقيها نفس هذه المساحة، شوف نفس القيمة، عفوا نفس القيمة، واضح؟ لهنا هذا السؤال انتهى. تقدر تاخذ ايضا مجموعه من الاسئله، شوف بدل ما احنا هسه اللي حليناه شنو من السالب سيجما للسيجما، انت حل مثلا 2 سيجما و3 سيجما، هذني هوم وورك اريد تحلهن بورقه بايدك. تمام؟ انت تسجل على الورقه اسمك وتحلها بايدك وتصور لي اياها وتدز لي اياها، واضح؟ هذني اللي هو السالب 2 سيجما موجب ماينص 2 سيجما وموجب ماينص 3 سيجما بوزيتيف نيجاتيف. تمام؟ ذن القيم اريدك تحل لي اياهم وتستخرج لي اياهم. اوكي، لهنا راح نبدي ننتقل الدور الى انواع الافكتيف ايرور، هذني هوم وركات اريد تحل لي اياهم ايضا وتدز لي اياهم، هذني ضمن الهوم ورك اللي هنا شنو تعاريف الميجرمنت، ايضا هنا الاليمنت المين اليمنت اوف ميجرنج سيستم، شنو الانواع الاساسيه مالت الميجرنج سيستم، التايب اوف ميجرنج ايرور، شنو انواع الايرور. تمام؟ وتبدي تعرف للدور، هذني كلهن ايضا هوم وركات شباب، هذني همات يعني تحلوهن ضمن الورقه اللي اعطيتك اياها هذيك الساعه وتكملهن. اوكي، وإن شاء الله استفدتم من المحاضرة، وشكرا جزيلا إلى متابعتكم.